خير ست نضال، ويعطيك ألف عافية. بالنسبة لصورة الفنانة ياسمين عبد العزيز، طبعا في تغيير واضح جدا باللوك عند الفنانة ياسمين. الوضعية اللي أخدتها مش فقط باللسان، يعني مش الناس علقوا أكتر على اللسان، لكن أنا فيني أحكي عن الوضعية كاملة. الوضعية اللي هي منشوف فيها كيف رافعة إيدها على شعرها، أول شيء الفتاة أو المرأة الأنثى كل ما لمست شعرها كل ما هي دعوة إلى الإثارة. هيدي بالنسبة لملامسة الشعر والوضعية اللي فاتحة فيها هيك أخد السيلفي. هالسيلفي هيدي هيك أخدتها جنابي. ومنشوف كمان خصلة شعر نازلة على جبين، كمان خصلة الشعر اللي نازلة على الجبين هي هيك خصلة دلع منسميها، خصلة الدلع في علم لغة الجسد وطبعا علم الإيحاءات. هلا بالنسبة للنظرة، النظرة منشوفها كمان هيدي النظرة الجانبية اللي دايما بنحكي عنها، انها هي نظرة جانبية، هي اصلا موضع إثارة وموضع جذب، بتحب انها تجذب الآخرين. هلا بالنسبة لمادة اللسان، طبعا هيدي بمادة اللسان هو منشوف هي قمة الإباحية، قمة الإثارة، قد تشبه إلى حد كبير التعري. يعني نحن بنعرف في عنا رموز بجسمنا ترمز إلى أعضاء معينة بالجسم، أعضاء جنسية، وهيدا الشيء أكيد ينم عن حالة نفسية أو تخبط نفسي بتعيش فيه الفنانة، لاسيما أنه هي ما كانت على السوشيال ميديا قبل. فممكن نحن ندلل عليه بدللتين، بموقفين. الموقف الأول ممكن يكون أنه هي حابة توصل رسالة، ما أنه هي ما زالت مثيرة جدا خصوصا بعد الطلاق، لأنه واحدة ممكن تكون بعد الطلاق تمرق بحالات نفسية خطيرة صعبة، تشعر فيها بالانفصال عن ذاتها الحقيقية. ونقطة تانية ممكن تكون هي حابة الانتشار، يعني الانتشار على السوشيال ميديا، وهالانتشار يعني هي مش لحالها فيه، لأنه إذا بدت يعني إحنا بنشوف على السوشيال ميديا هلأ كتير دارج هلأ التعري والإباحية، وهن أكتر مواقع يعني هلأ، يعني إذا بدك بزورها الأشخاص أو تزار أو هي بيداولوها الناس، هي الصور الإباحية والمواقع الإباحية. فهالنقطة هيدي ممكن تكون هي حب الانتشار أكتر وأكتر على السوشيال ميديا، ومثل ما أشرت كمان أنه هي ممكن تكون عم تتخبط بحالة نفسية صعبة، وتشعر أنه هي نوع ما بالدونية وبقلة الثقة بالنفس، فبتعمل شيء لتفرجي أنه هي ما زالت موجودة، ما زالت مثيرة وتثير كتير من الأشخاص، وبتعرف أنه بهالصورة هي رح تحصد لايكات كتير ورح تحصد فولورز أكتر، وهيك بتكون يعني حتى مشيت أو حزو غيرها من الفنانات وغيرها من المشاهير الأجانب والعرب يلي عم بيقوموا بهالطريقة بهالتعري أو بهالصور أو بهالإباحية بطريقة غير مدروسة، بتأثر كتير على النشأ، بتأثر على الشباب، بتأثر على المجتمع، ولاسيما أنه طبعا هي هون منشوف أنه من هالنقطة هيدي أنه هي أصلاً يعني المجتمع المصري محافظ، مجتمع مصري عنده القيم، عنده أهمية أنه نفهم أو نتواصل بطريقة حضارية وما نكون عندنا هالإباحية هيدي.